السلام عليكم، اهلا بيكم في هالا فود. رايكم بقى في الطبق التحفه ده؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بيتي فور الحلواني، بتكات الحلواني وكل اسرار الحلواني. كمان هقول لكم على اللون الذهبي التحفه ده ازاي تحصلي عليه، من مقادير سهله وبسيطه وحاجه متوفره في كل بيت، هتخرج لك نتيجه تحفه جدا جدا. هتعملي بيتي فور سهل وسريع وكمان دايب ذوبان ما حصلش، هتتفوقي على احسن حلواني. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقه التحضير. بس يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وكمان كومنت لطيف، وتقولي لي بتتابعيني من اي بلد. ويلا بينا مع بعض على اهم التريكات واسرار بيتي فور الحلواني. بسم الله الرحمن الرحيم. بيتي فور بتاعنا النهارده سهل وبسيط وان شاء الله هيعجبكم جدا، وهيغلب كمان بيتي فور الحلواني. لكن تابعي معايا التريكات المهمه اللي هنقولها باذن الله اثناء عمل البيتي فور، وكمان التركه المهمه هي تركه المقادير لان فيها شويه اضافات سهله وبسيطه متوفره باذن الله في كل بيت. معايا لكل كيلو دقيق طبعا يفضل يكون دقيق متخصص، بمعنى دقيق كحك والبسكوت او دقيق جميع الاغراض، تمام، ويكون المخلاه كويس جدا وعليه رشه الملح. كيلو دي بيكون ياخد معايا من 750 جرام ل 800 جرام من الزبده، يفضل تكون زبده حيواني او زبده بلدي، يعني بمعنى ان هي تكون زبده طبيعي، تمام. واللي مش متوفر عنده زبده طبيعي يقدر يستخدم الزبده النباتي، كل واحد طبع استطاعته. بالنسبه لعدد البيضات، لكل كيلو دقيق بياخد 4 بيضات، وكمان بياخد معايا في حدود 200 ل 250 جرام من السكر البودر. السكر البودر يعني ممكن انا لو ما عندكيش ميزان ممكن ان انت تغيريه بكوبايه الشاي العاديه خالص، بمج الشاي العادي الشفاف. بياخد معايا كيلو دقيق بياخد معايا مج وربع او مج وتلت، تمام، يعني تقدري ان انت تنصفي المقادير او تضعفيها، كله متاح. حابه يكون البيتي فور بتاعك اقتصادي ممكن ان انت تعمليه بالزبده الصناعي، وكمان تستخدمي كميه بيض اقل من كده، تستخدمي الكيلو دقيق تستخدمي له بيضتين اثنين بدل اربعه، تمام. وكمان في تركتين مهمين جدا جدا، بس تابعي معايا عشان تعرفي طريقه التحضير بعد المقادير باذن الله. ويلا بينا مع بعض نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كميه الزبده اللي عندي هنزل عليها بالسكر البودر، وهبدا ان انا اضربها لغايه ما اخليها كريمي جدا جدا، كانها كريمه هعملها لتورته، تمام، كريميه جدا جدا. وكل ما بضربها لونها بيفتح، اللون الاصفر اللي حضرتك شايفاه ده هيتبدل باللون الابيض الخطير الجميل اللي عامل زي الغيمه بالظبط. يلا بينا. بعد ما وصلت بالزبده والسكر بتوعي للقوام ده، هبدا ان انا انزل عليهم بنص معلقه صغيره من الفانيليا، اللي هستخدم البيض حالا، نص معلقه صغيره من الفانيليا، بودر اي ساي او سايله مش هتفرق معايا خالص، المهم يكون معايا فانيليا، تمام. هبدا برضو اضرب تاني كده. انا خلاص خلصت ضرب الكميه بتاعت الزبده بتاعتي مع السكر مع الفانيليا. وعلى فكره الزبده مهمه جدا في عمل البيتي فور. طب ليه زبده مش سمنه؟ لكن ممكن استخدم سمنه ولكن هتديني طعم مختلف تماما وقوام وملمس مختلف تماما للبيتي فور بتاعي. طيب ليه زبده مش سمنه؟ لان الزبده بيبقى داخلها ميه، لما بيدخل البيتي فور في الفرن وبيتخبز معايا بيبدا ان هو ينتفخ، والميه اللي بتبقى موجوده جوه الزبده بتبدا ان هي تتبخر، وبتديني للبيتي فور نوع من انواع الهشاشه الجميله جدا، وبتبقى ملمسه تحفه وجميل، وده القوام المطلوب للبيتي فور، تمام، ده المتعرف عليه البيتي فور الحلواني. حابه بقى ان انت تستخدمي السمنه دي حاجه تانية خالص، ولكن هيديني برده طعم لطيف بس مش بجوده الزبده، تمام. الزبده بقى باختيارك، حابه ان انت تستخدمي الزبده الحيواني ده الطريقه الصح للبيتي فور عشان تبقى النتيجه بتاعتك مظبوطه، وحابه ان هو يكون بنفس طعم بيتي فور الحلواني. حابه تستخدمي زبده صناعي جميل وزي الفل، كل واحد طبع استطاعته، كل واحد يفرح اولاده بالطريقه اللي هو شايفها وبالامكانيات اللي هي متاحه بالنسبه له، تمام. قررت النهارده ان انا اقلل كميه البيض الموجوده معايا في البيتي فور، فبدل ما اعمل النص كيلو بيضتين اتنين لا هعمل بيضه واحده، تمام. كمان حابه اقول لك لو ما عندكيش ميزان علشان توصلي لكميه الزبده اللي انت حباها، كل كوبايه او مج شاي من المجات الشاي الشفافه، كل مج بياخد معايا 200 جرام من الزبده المتماسكه مش السايله، تمام. الزبده العاديه بخرجها من الثلاجه وببدا ان انا احطها في المج، لكل مج بيبقى معايا في 200 جرام من الزبده، تمام. كمان حابه ان انا استخدم النهارده ان شاء الله البيض بتاعي بشكل اقتصادي، هقلل من كميه البيض، هستخدم بيضه واحده فقط مش هستخدم بيضتين في المقدار بتاعي النهارده علشان يكون مقدار بشكل اقتصادي، تمام. يبقى نص كيلو دي عليه كوبايتين اتنين من الكوبايات المعياريه او كوبايات الشاي الشفافه من الزبده، وعليه في حدود نقدر نقول تلت كوبايه من السكر البودر، بيبقى حلوه جدا. وكمان لان احنا لسه هنضيف له كمان حاجات في الجرنش بتاعه، بقى معايا شوكولاتات وهيكون معايا مربى او كده، فده بيعادل الطعم، تمام. هبدا اضرب البيضه بتاعتي
مع كمية الزبدة والسكر مع الفانيليا، وعلشان انزل بعد كده بالدقيق، وعلشان البيتي فور بتاعي ما يبقاش شكله كده كأنه مخلوقات فضائية جاية من الفضاء، ما حاولش ان انا استخدم بيكنج باودر. بعتمد في انتفاخ البيتي فور بتاعي على حاجتين اتنين، على البيض وعلى كمان الزبدة، لان زي ما قلنا فيها مية، وفي الخبز بتبدأ المية تتبخر وبيبدأ البيتي فور بتاعي يبقى هش وجميل معايا جدا، بينتفخ ولكن بقدر معقول علشان الرسمة بتاعته تفضل ثابتة عليه. كل دي تركات مهمة جدا لنجاح البيتي فور. وعلى فكرة لو حابة انك تعملي بيتي فور كاكاو او شوكولاتة، بتبدأي ان انت تشيلي من مقدار الدقيق اللي معاكي، لو للنص كيلو بتعملي دقيق هتشيلي من نص كيلو دقيق في حدود ربع كوباية من الدقيق، وتستبدليها بربع كوباية من الكاكاو الخام الغير مضاف فيه سكر، يعني مفيش عليه سكر. تمام، ببدأ ان انا اجمع بالشكل ده بالسباتيلا، وبعدين هنزل بقى بالتجميع بايدي علشان ابدا احس بملمس العجين بتاعي. حابه ان انت تقسميه وتعملي نص كاكاو ونص فانيليا براحتك، حابه تعملي كل مقدار لوحده براحتك. عموما في حاله ان انت هتعملي بالكاكاو هتستبدلي من بالنسبه للنص كيلو دقيق هتستبدلي من فيه بربع كوبايه ميه دقيق، هتشيليها وحطي مكانها ربع كوبايه من الكوبايات المعياريه او مج الشاي الشفاف من الكاكاو الخام اللي غير مضاف له سكر. هنزل بالدقيق بالتدريج علشان اعرف اقلب كويس واخلط. طبعا استعدت عن السباتيولا بايديا علشان احس بملمس العجين، ومش هاخد بقية الدقيق، هسيبه كده على جنب علشان هبدا اقسم كمية الخليط بتاعي بتاع البيتي فور. هقسمه علشان هعمل جزء كاكاو وجزء يكون فانيليا. فطب بعد ما بعمل ما بخلط المقدار مع بعض، ببدا ان انا اخد جزء منه كده في بولة لوحده، وجزء تاني بنزل عليه بكميه من الكاكاو، علشان كده انا ما نزلتش بقيه الدقيق ده، لان احنا بنعمل مع بعض نص كيلو من الدقيق. علشان كده حابه ان انا اخد جزء حتى ان انا احطه في بسم الله الرحيم في بوله تانيه كده بسم الله الرحيم، وهاخد البوله بتاعت الدقيق هبدا انزل عليها بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام علشان يكون معايا جزء كاكاو وجزء فانيليا. بسم الله الرحيم، هنزل بمعلقة وكمان معلقة تانية، حابة اخد نص كمية الخليط بتاعي هنزل بيها كده، والنص التاني ده فانيليا. تمام، وبرضو حابة اخلط مع الكاكاو مع كمية العجين اللي معايا، وموجود معايا باقي الدقيق لغاية ما اخلي المقدارين نفس الملمس بإذن الله وزي الفل. لما ابدا اخلط الجزء اللي حط عليه الكاكاو، هبدا اقول لحضرتك ان معايا النهارده الافتكاسه بقى الجديده او الحاجه الجميله اللطيفه جدا هتديني حاجه بعد تاني خالص للبيتي فور بتاعي، هي اكياس الكريم كراميل. بيبقى معاها باكيتات كده كراميل، باخد منها في حدود معلقه علشان يبقى البيتي فور الفانيليا بتاعي يكون لونه ذهبي جميل جدا بعد ما يستوي معايا في الفرن، بيديني لون ذهبي تحفه جدا. هو ده اللون اللي بيميزه عند الحلواني، بيكون جاي من التركة دي. وعلى فكرة البيتي فور بتاعنا النهاردة ان شاء الله هيبقى احسن بكتير جدا من البيتي فور الحلواني، مش ضامنة جودته وضامنة نظافته، عارفة انتي مستخدمة ايه بالظبط. تمام، لسه احنا مخلصناش كمية الدقيق، بس اهم حاجة هنخلص المقدار بالكاكاو علشان نشوف مع بعض باذن الله اللونين هيبقوا معانا شكلهم ايه، وكمان هنشوف مع بعض ازاي الملمس بتاع البيتي فور هيبقى بالكاكاو زي ملمس الفانيليا بالظبط. وبالطريقة دي بقى معايا بيتي فور كاكاو بيتي فور فانيليا، وكمان دي كمية الدقيق اللي انا استبدلتها بكمية الكاكاو اللي انا استخدمتها مع حضراتكم في نص الكمية اللي معايا. حابة ان انت تخليها نص ونص، تمام، حابة تخليها تلت وتلتين، كل واحد طبعا ما بيفضل، لان في ناس كتير جدا بتفضل الكاكاو عن الفانيليا، وفي بيفضلوا الفانيليا عن الكاكاو. كل حاجه بايديكي، حابه تزودي اي نوع فيهم براحتك خالص خالص. هبدا بقى اجهز الصواني بتاعتي بتاعت الخبز، يفضل تكون صواني الومنيوم عشان التوزيع الحراري بتاعها بيكون منتظم في كل جوانب الصينيه. كمان هبدا ان انا اجهز الاقماع اللي انا هستخدمه، هو اقمع النجمه او تيب النجمه مع جيب الحلواني او كيس الحلواني.
يلا بينا مع بعض علشان نبدا التشكيل بتاع البيتي فور. جهزت العجين بتاعي، حطيته داخل جيب حلواني او كيس حلواني، والتب بتاعتي النجمه، وباخد الصينيه بتاعتي، طبعا بتكون صينيه الومنيوم، واحاول ان احطها او اخليها تركز على فوطه المطبخ عشان ما تتحركش معايا اثناء التشكيل. وبحاول اعمل الشكل ده اللي هو شكل الكمثرى تقريبا، اللي بيقول عليه كمثرى يعني. وطبعا بحاول ان انا اخد الكيس بتاعي بقسمه اثنين، يعني ما بحاولش ان انا اضغط من نهايه الكيس او جيب الحلاوي، ما بحاولش ان انا اضغط من نهايه كميه العجين اللي عندي، لا باخد جزء بسيط كده بيكون ملامس الى حد ما للقمع بتاعي، باخد جزء بسيط كده بنزل كده وبسيب الجزء الكبير ده فوق، باخد جزء صغير ببدا ان انا انزل بيه على الصينيه بتاعتي وببدا اضغط. يا رب يكون الشكل واضح قدام حضراتكم بالشكل ده. هخلص الكميه بتاعتي باذن الله او الصينيه بتاعتي بنفس الشكل. ممكن كمان اعمل الشكل الثاني اللي هو زي النجمه، بعمل كده تمام. ممكن كمان اضغطها زياده، اضغط على التب بتاعتي زياده كده، بتطلع معايا نجمه تحفه جدا. حابه تعملي شكل الكمثرى تمام، حابه تعملي شكل النجمه تمام، ولكن حابه اقول لك ان اي شكل هتعمليه يا ريت يكون نفس الشكل هو موحد في الصينيه بحالها، يعني ما احاولش اعمل شكلين في صينيه واحده عشان درجه التسويه بتختلف من حجم للتاني تمام. درجه التسويه بتكون على 180 درجه في الرف الوسطاني. حابه اقول لك لو عندك تب واحده او قمع واحد يا ريتك تبداي بالفانيليا علشان بعد كده تبداي تستخدميها للكاكاو، عشان اختلاط الالوان ما تفرقش معاكي الكميه اللي عندك تمام. كمان حاجه مهمه جدا، يا ريت يكون الفرن بتاعك ما تسيبيش البيتي فور يتخبز وتحاولي ان انت تعملي اي حاجه تانية وتسهي عليه او تغيبي عنه، لان هو مش بيغيب خالص في التسويه، علشان يعني تكوني ملاحظاه وكمان درجه التسويه تكون موحده. تعملي ايه في اول 10 دقائق من التسويه، بعد مرورها بتحاولي ان انت تبدلي اللي جوه في الفرن بتخليه بره واللي بره بتخليه جوه، يعني بتبدلي الصينيه تمام. تحاولي تلفيها كل 10 دقايق، هو هياخد معاكي تسويه في حدود تلت ساعه ونص ساعه الى 5 دقايق، وبعدين الصواني اللي بعد الصينيه الاولى بتاخد تسويه اقل جدا، لان يعني بيكون درجه تسويه الفرن ودرجه سخونته بتكون عاليه جدا، فبالتالي بتخلصي على طول باذن الله. بعد التسويه هنشوف باذن الله شكل بتاع البيتي فور بتاعنا هايل قد ايه وتحفه قد ايه. الصينيه اللي بنزل فيها البيتي فور بالكاكاو، ببدا ان انا احط فيها جزء من البيتي فور بالفانيليا بالشكل ده علشان اعرف درجه تسويه الصينيه بتاعتي من خلال القطعه بتاعت الفانيليا اللي انا حطاها، قطعه بيتي فور الفانيليا. وكمان ببدا اضم الجزء الاخير ده بايدي علشان اعرف عند التشكيل اعرف اظبطه واشكله، يبقى شكله مسحوب بيبقى اظرف بكتير. وبعدين ببدا اخد الاجزاء اللي انا عاملاها الكور دي، ببدا اخد نص من البندق او الفول السوداني المحمص، ببدا انزل على القطعه بتاعتي بالشكل ده وبضغطها كده وببدا ان انا ادخلها الفرن، وبتبقى بتاخد تكمله التحميص بعد التسويه تمام. وبعد الخبز ببدا ان انا اعمل الجرنش بتاع البيتي فور بتاعي، سواء كان معايا مربى او شوكولاته. الشوكولاته اللي معايا سواء كانت شوكولاته دارك او شوكولاته بيضاء بتبقى تحفه وجميله جدا في البيتي فور. ببدا ان انا اعمل لها تسليح كده على بان ماريه او حمام ميه مع نقطتين من الزيت، وكمان ببدا ان انا اخد لو عندي لا مكسرات، سواء كانت مكسرات او فول سوداني او فستق المتوافر، بتقدري ان انت تعملي بيه جرنش سهل وسريع جدا. باخد كده قطعه من البيتي فور بتاعي بنزل بيها في الشوكولاته، وبعدين بنزل بيها في المكسرات الموجوده المتوفره عندي، وبكده بيبقى معايا اجمل بيتي فور واطعم بيتي فور، ماخدش مني وقت خالص. ايه رايكم في البيتي فور القمر بتاعنا بعد الجرنش؟ شكله تحفه وجميل جدا، وفرت على نفسي مبالغ كتير جدا، عملت حاجه سهله وسريعه وبسيطه متوفره ان شاء الله حاجته في كل بيت.